احملونا لانه احنا طبعا الناس لسه ما زيتوش. معلش جهزوا لي طيب اللي احنا اتفقنا عليه على بعضه كده. احنا منذ ظهور برنامج صح النوم على هذه القناة وعدد مشاهداتنا على اليوتيوب تجاوزت اي برنامج توك شو، الحمد لله رب العالمين، يمكن عدينا 350 مليون مشاهدة، وده لم يحدث في برنامج توك شو على مستوى مصر. في الاتصالات الحمد لله في بعض ايام تجاوزنا الاربع ساعات في الحلقة، اربع ساعات اتصالات، رغم ان الحلقة كلها ما كانتش بتبقى يعني يمكن الحلقة كلها ساعتين ونص ولا حاجة، انما في لهم طريقة ان هو انت لما دام بتحاول تتصل بتسجل. محافظات مصر كلها تواصلت معنا. احنا من بداية يناير 2018 لغاية يونيو اللي هو لغاية تقريبا رمضان، كل محافظات مصر بنسب مختلفة كانت معانا. احنا يعني زملائي عملوا زنجوغراف للمحافظات كلها تقريبا من شهر يناير لغاية شهر 6، معانا الزنجوغراف ده اللي هو رسم الباني. ادي يا جماعة صح النوم في 2018، احنا حللنا كم الرسائل اللي جات لنا، هتلاقوا اكتر المحافظات تواصلا مع البرنامج جات لنا من القاهرة، اسكندرية رقم 2، الجيزة، بورسعيد، المنوفية، الاقصر، سوهاج، ده في اول شهرين او ثلاثة. بعد كده القاهرة، اسكندرية، الجيزة، بورسعيد، الشرقية، بني سويف، اسوان، بشكل طبعا في محافظات كتير تانية لكن كانت النسب اقل من كده. اذا برنامج صح النوم بيصل لحضراتكم. ادي ادي رسم بياني الثالث، القاهره، اسكندريه، الجيزه، بورسعيد، المنيا، الاسماعيليه، الوادي الجديد. يعني اذا وادي رسم بياني يمكن اخر شهرين قبل ما نطلع قبل ما يمنعونا يعني عن حضراتكم، القاهره، اسكندريه، الجيزه، بورسعيد، القليوبيه الغربيه، مرسى مطروح. احنا بنقول ده، انا بقول لا، وهاتولي اليوتيوب، هاتولي الرسم البياني بتاع اليوتيوب. انا بقول ده علشان ادي اليوتيوب بالارقام، بالارقام